إن المجتمع المدني وبناء على دستور المملكة أصبح يحتل مكانة مرموقة في المعمار المؤسساتي الوطني. المجتمع المدني اليوم هو المنوط به مهمة وواجب تفعيل الديمقراطية التشاركية المتممة للديمقراطية التمثيلية، وكان لابد أن تقوم الحكومة بدعم المجتمع المدني ليقوم بأدواره الأساسية والهامة، وذلك من خلال مجموعة من الدعائم، ولعل أهمها ما شهده هذا اليوم من تتويج جانبا من المجتمع المدني الذي عبر عن نجاحات هامة وتألق في ميدان العمل والإنجاز والإبداع. وهكذا تم تتويج بعض الجمعيات المحلية التي قامت بتقديم خدمات جليلة للناس، كما تم تتويج بعض الجمعيات الوطنية، إضافة إلى شخصيات تميزت عبر مسارها الحياتي بإبداع وبإنجاز وبعطاء جعل الجميع يهتز تصفيقا بعد أن لاحظ مستوى ما كانت عليه هذه الشخصيات من إنجاز وعطاء. إذن يمكن أن نهنئ أنفسنا اليوم على هذا الإنجاز، لكن نأمل أن تتطور هذه الجائزة لكي تقوم بمهمتها في مزيد من تحفيز كافة المنجزات المدنية التي تعبر عن خدمات جليلة للمجتمع المغربي. الأحزاب السياسية وحدها لا يمكن أن تقوم بكل المهام التي ينبغي القيام بها في أي مجتمع، لذلك كنا أمام الأحزاب السياسية في المرحلة الأولى والتي تعتبر عماد ديمقراطية التمثيلية، لكن اليوم مفهوم الديمقراطية تطور ليشمل ليس فقط الديمقراطية التمثيلية ولكن أيضا الديمقراطية التشاركية. وعماد الديمقراطية التشاركية هو المجتمع المدني البسيط السطحي، هو الذي يعتبر بأنه يمكن أن تكون جمعيات المجتمع المدني بديلا عن الأحزاب السياسية، أو إن الأحزاب السياسية يمكن أن تقصي المجتمع المدني. المجتمع المدني له مكانته والأحزاب السياسية لها مكانتها، تماما كما أن النقابات لها مكانتها. هذه مؤسسات بها يشتغل المجتمع وبها نؤسس لأدوار الوساطة داخل الدولة، وأيضا بها نستطيع أن نرمم الهوة بين المجتمع والدولة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.